كابتن زكريا معاك على الهواء مباشره، ممكن تكلموا معاك عبد الله سعيد يا كابتن. عبد الله مساء الخير، ازيك ومبروك طبعا البطوله. يمكن انا كنت معاك في تونس وباركنا لبعض، لكن طمني عن انطباعك بقى. دايما اول ما بتركبوا الطياره خلاص بيبقى التركيز بدا، طمني عن مشاعرك تجاه البطوله دي وطموحاتك فيها. طبعا دي كانت يعني اكبر حاجه بالنسبه لي، كنت الواحد بيطمح ليها من ساعه لما جه النادي الاهلي ان هو ياخد بطوله افريقيا وسال اليابان، فدي اهم بطوله ليا ودي يعني بدايه البطوله، يعني بدايه اول افريقيا ليا وان انا اروح اليابان، فدي يعني مداني دفعه ان شاء الله ان شاء الله مع زمايلي نقدر نحققها كويسه باذن الله هناك. طيب عبد الله طمني على الخطوه الاولى اللي هي ركوب الطياره والعدد ساعات حوالي 14 او 15 ساعه وفتره النوم، يعني ايه الاجراءات اللي انتوا هتنفذوها علشان تتغلبوا على الحته دي او التعليمات اللي اتقالت لكم من الناحيه الطبيه يعني؟ والله يعني هو الدكتور ايهاب كان جايب لنا حاجات عشان موضوع تغيير التوقيت هناك والساعة البيولوجية وكده، واحنا في الطيارة واخدين أماكن كويسة إن اللعيبة تبقى قاعدة براحتها ومستراحة ونقدر ننام كويس، وخلينا إن احنا نبقى مستريحين ونحاول ننام أكتر وقت في الطيارة عشان نقدر نوصل هناك، يعني ما ناخدش وقت في حتة إن احنا عقبال ما يعني نفك تعب وكده، فنبقى نحاول بقدر الإمكان إن احنا نبقى مستريحين عشان لما ننزل هناك إن شاء الله نقدر نبقى جاهزين على التدريبات ان شاء الله. طب عايز اسالك سؤال كروي بقى عبد الله، انت عارف في اليابان اكيد قالوا لكم ان درجه البروده عاليه جدا وممكن يبقى في امطار، انت كلاعب كوره بقى، في لعيبه بتحب قوي الجو ده والمطر وبتادي والله. انت من انهي نوع بقى، يحب الحر ولا البرد؟ انا بحب الاجواء المطر دي، انا يمكن كان ليا قبل كده مع منتخب الشباب بطوله في كوريا في نفس الاجواء دي ولعبت في الاجواء دي، اجواء جميله وملاعب ملاعبهم ملاعب كويسه جدا، ملاعب حلوه استاداتهم حلوه مع الجو ده، انا بحب يعني ان انا العب في الجو ده، الجو ده كويس رغم ان لو في مطر الكوره ساعات تبقى سريعه شويه، ساعات البند بتاعها بيبقى اسرع، حتى بيخلي رتم اللعب بيبقى اسرع يعني. بيبقى اللعب بيبقى سريع ويعني بيبقى في متعه، ويا رب ان شاء الله نقدر ان احنا نعمل اداء كويس ونبقى موفقين ان شاء الله. لا موفق، وتحياتي لكل اللعيبه ان شاء الله، ترجعوا وانتم محققين اداء جيد ومركز متقدم ان شاء الله. شكرا. عماد مش عارف معايا لسه ومكمل، اني عايز اسالك على الجانب الصحي الا اذا هيكلمنا تاني، لان في جول. أيوة. عمده عماد معايا. طيب عماد، انا اولا احب بس اطمن على الجانب الطبي الخاص، ويمكن انا سالت عبد الله في حته السفر وحته النوم، لان ده عشان كده في سفر بدري، هل عندك معلومه خاصه من الدكتور ايهاب علي؟ لان انت اكيد